this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. احنا اليوم هنا موجودين عشان نساعد كل ام بتواجه صعوبه في اختيار ملابس لاطفالها، فايش ممكن تقترحي لنا في اختيار الملابس سواء قصات او الوان مناسبه ليهم؟ في البدايه المفروض كل ام ما تحس انه هي مره متركز على هذا الموضوع عشان لا تحسس الطفل او توصل للطفل الاحساس انه يكون انسكيور في الملابس اللي بيلبسها، هي بس تبس قليله تختاريها فتقدري تحطيها على الطفل مره كبير ويطلع لبس مره حلو. انجلا ممكن تجي؟ هذه أنجلا اليوم معانا، ممكن تساعديها كيف ممكن تختار الملابس؟ أكيد. وقولي لها أنت إيش حابة في الملابس؟ بحب البيربل والبينك. تحبي أكثر فساتين، تنانير، بانس؟ تنانير وفساتين. هذا اللبس اللي هو قبل، ايش الاخطاء اللي هي عملاها انجلا في اللبس ده اللي مبينتها بشكل غير، واذا تجنبتها حتكون احلى؟ اوكي، في البدايه القطن كويس، بس لما يكون القطن ستريتشي يبين الجسم شويه اعرض لانه يكون مره ضيق. وبعد كده الخط هنا الزمه لما تكون في الوسط تعطي عرض، فنختار الزمه يا فوق يا تحت. دحين حنشوف مع ياسمينة كيف ملابس اكثر ولوكات احلى تخليك مره كتكوت. اوكي، في البدايه هذه البلوزه مشكله اللي فيها ان الخطوط العرض تعرض، وثاني شيء لما تشوف الكم كده منفوخ هذه من البلايز اللي لو ما كانت على مقاسك ما ينفع تاخذي المقاس الاكبر. في تبس معينه زي مثلا الخطوط كيف تيجي بالطول بدل ما تكون بالعرض، انواع الاقمشه ما تكون تلمع عشان تعكس وتبين الطفل اكبر، والقصات من فين تكون؟ ما تكون من الوسط، تكون من تحت. هذا الدرس يشبه الدرس اللي هي لابساه، بس الفرق انه فيه خطوط الطول، خطوط الطول تعطي تنحف. في نفس الوقت انا ما افضل انه يكون الخط عالي، انت لو تحطيه على الخط اللي فوق فهو نازل خلاص ممتاز، هذا مناسب. هذا اللي بقول لك عنه المشجر، ما هو مره عجقه، التسجير خفيف، جاي واسع، القصه هذه اللي ما تجي برنسس كات تجي كذا ستريت كات، البرنس ما فيكون في تسجير مره كثير، فيكون في تسجير يكون مثلا بس من تحت شويه من على اليد، بس ما يكون اللبس كله مشجر. هذه البلوزه جايه واسعه تجي مناسبه، بس اهم شيء انك لما تلبس بلوزه قد كذا واسعه تختاري الليجنز مثلا يكون على شويه اضيق. يفضل انك مو دائما تلبس الاطفال الوان غامقه، احب الالوان الفرحيه على الاطفال اكثر. حتى كمان هي من الالوان اللي انت تحبيها صح؟ البيربل اهم شيء. خلينا نشوف شيء ثاني. يا هذا مره ممتاز، برضو يشبه الشيرت اللي في البدايه وريناه، لانه برضو مفتوح من ورا فيعطي وسع ويدي مساحه للجسم انه يكون مرتاح. اهم شيء انه ما تكون الخامه اللي تلمع، لانه الشيء اللي يلمع يبين الطفل اكبر، اما يكون في اشياء مثلا فيها زمات كثير من فوق ومن وسط ومن تحت تختاري اشياء فيها عجقه اقل عشان الطفل يبان اكبر. وزي هنا مثلا البلاي سويت، هذه من الاشياء اللي ينفع تاخذها مقاس اكبر، شيء سيف كنا نلبسها على البيكنيك. اي مكان ممكن تلبسيها ويك اند، الطفل ما يحب يحس انك انت غصبه، فالشيء اللي تقدر تسويه انك انت تخرجي ثلاثة خيارات تكوني انت راضيه فيها وما تجبريها، تقولي لها تقدر تختاري النوع اللي انت تبيه. سو انجلا حبيت الاختيارات اللي جابت لك ياسمينة؟ كثير حلوين وكثير كثير كثير انه ستايلش. اوكي، ده اليوم انا اخترت لك هذا الفستان، نبغى نشوفه عليكي ونشوف كيف حيكون فرق بين القصه لما تكون على البطن والقصه لما تكون من فوق. سو كيوت، والله مره حبيت. واو، يو لوك لايك ا برنسس. شوفي من جد كيف لما قلتي انت على الاختيار فرقت القصه، بس القصه مره فرق ومره بين الجسم انحف وملموم وشكلها جميل. نقول شكرا ياسمينة، كنت معانا وساعدتي كل ام دائما تعاني في اختيارات ملابسها.